لا احنا ماشي مع التعليم عن بعد حيت هاد الوليدات هما في المدرسه وخاصك المراقبه وخاصك السويع وخاصك بزاف ديال عاد باش عن بعد راه ما غيقراو حتى حاجه حتى حاجه ما غيقراو شي حل اللي غيديروا معنا يردوا لنا الوليدات يقراو ويلا بغاو يديروا الاضراب مره في السيمانه ولا مره في الشهر فهمتي السيده معذوري حيت ما لقاوش ليه محل ما لقاوش ليه محل ولكن حتى دابا هالوليدات هما تيتكرفصوا يعني كاين خلاف ما بين الحكومه ولا وزاره التربيه والتعليم والاساتذه ضحيه هو التلميذ دابا الناس بحال اللي خدامين تتمشي مراه واب تيمشيو للخدمه تيخليو وليداتهم على بالهم انهم راه في المدرسه ولكن ملي تيجيو تلقاهم النهار كامل هما في الزنقه يعني ما عارفش هذاك الوليد شنو غيطرى ليه يعني الوليدات تهمشوا بزاف او باش غنديوهم البريفي يعني راه ما استطاعتناش باش غنديوهم بريفي صعيبه شويه كاين اللي ما تيقدرش يدير لولادو السوايع ما عندوش باش عاد باش غندير كاين اللي عنده كاين الاب والام خارج ما تيقدروش يحافظوا وليداتهم تيولي زيرو هما زيرو يعني التعليم ما ماشي شي تعليم وزيد وغيكملوا يكفسوا لينا يعني راه التعليم راه حق مشروع حنا دابا غيبقى الوليدات غيمشيو الاولاد غيمشيو للحباسات والتشرد والبليه والبنيات غيمشيو للفساد هادشي اللي تيقلبوا عليه الوليدات ولا كيقراو ساعه ولينا ما بقيت نحفظوا وانا ولدي تيقرا في الثامنه تيقرا ساعه في النهار ما تنعرفوش واش داخل ولا ما داخلش واش قاري ولا ما قاريش واعره بزاف والناس راه تما اللي يحسن العوار راه كاين اللي عنده ثلاثه كاين اللي عنده اربعه نفس السيطات شو شي مشطونين بزاف على وليداتهم ودابا راه السيمانه كامله هما دايرين اضراب نهار تيدخلوا تيديروا لهم فرض هاد الفرض اش قراو فيه هاد الوليدات ما قراو فيه حتى حاجه ما قراو حتى حاجه هاد الوليدات عطيتي كلمه رساله لوزير التربيه الوطنيه وزير التربيه والتعليم يعني راه ما دار لينا حتى حاجه ما دارها قد يدير شي حل مرحبا يرد لينا وليداتنا ويدير يقدم على الاساتذه مرحبا ما قدرش سكرته ويمشي بحالاته يخلي واحد اخر اللي غادي نشوفوا تا هو شنو غيدير معانا وضروري لما كانش تعديل حكومي راه ما كاين حتى حاجه حيت حنايا في هذه الحكومه يعني راه شنقول لك هذه الحكومه بزاف ضيعونا بزاف زادوا علينا بزاف حنا سكتنا في الغلاء ديال المواد الغذائيه سكتنا بزاف ولكن وليداتنا لا حيت وليداتنا خط احمر ما عندناش باش غنقريهم بريفي راه ما عندناش راه الله غالب ما عندناش حنا راه السويع وبزز دايره الواحد وواحد ما دايرش ليه السويع باش غنمشي انا كاين اللي عنده اربعه كاين اللي عنده ثلاثه ما يمكنوش غيقريهم بريفي دابا يعني الاحتجاجات في المغرب كامل كيفاش قراه الوزير واش محس المسؤوليه ولا عنده زيد ناقص عنده زيد ناقص انا تنشوف شحال ديال الاجتماعات تيكونوا ولا شي مؤتمر تيكونوا تيضحك ما كاينش هو هنايا حيت هما ولادهم برا ولادهم تيقريوهم برا وليداتنا حنا اللي ضايعين راه وليدات وراه هاد الشيء هاد الجيل اللي تيضيعوا فيه راه غيشوفوا منهم شي حاجه اللي اسوء اللي في الوزاره قرا في المدرسه العموميه يعني هو كل شيء قرا في العمومي كلشي قرا في العمومي كنا قرينا في العمومي وكانت الدنيا زوينه وكان كلشي مزيان ولكن هاد الحكومه ما عرفناش اشنو لاش باغا توصل رئيس الحكومه اخر شيء هو ساكت على هذه القضيه هذه وكلشي ساكت راه كلشي ساكت راه حنايا الشعب اللي مساكن اللي تنجاهدوا تنغوتوا تنديروا راه كلشي ساكت خلينا دابا الخدمه ديالكم وجايين هنايا حنا جلسنا من الخدمه اليوم ملي شفنا الناس بغاو يديروا قال لك وقفه جلسنا من الخدمه وجينا ما يعرفش ضروري غدي لي شهاده طبيه ولا غتشوف شنو غتقول لي في هذا العضو ولا يدير شي امين.